السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة كروشيهاتي. النهاردة هنشتغل مع بعض البونشو بتاع الأطفال ده. أنا عملته المقاس 2.5 سنتين، وعملته بخيط شبه الأليس كريم بيبي، نفس الفتلة بالظبط، رفيع فتلته. خد معايا شلتين، يعني هياخد منك 200 جرام في الشغل، عشان السكرين بيبي بيبقى الخيط بتاعها الامتار بتاعته كتير. واشتغلته بابرة مقاس 4، كان بطرونه سهل جدا وينفع تعمليه باي مقاس تحبيه، يعني حتى لو اصغر لو اكبر للكبار نفس البطرون تقدري تمشي عليه، بس طبعا هتغيري في عدد الغرز. وينفع قوي للمبتدئين ويسهل تعمليه للاطفال وسريع يخلص معاكي بسرعة. ابتديت شغل هنا بميت سلسلة وهقفلهم بشكل دائري. هقفل السلاسل عشان يبقى عندي دايرة بمنزلقة، وبعد كده هرتفع 3 سلاسل، وفي أول سلسلة عندي هشتغل فيها 2 عمود بلفة. في نفس السلسلة بعد كده هسيب عندي سلسلة واحدة واشتغل في اللي بعدها برضو 3 عمود بلفة. ثلاثة، بعد كده اللي بعدها برضو هسيب السلسلة اللي بعدها واللي جاية، يعني سلسلة سلسلة لأ، هنشتغل فيها 3 عمود بلفة. بالشكل ده ارجع اسيب سلسلة واللي بعدها بشتغل فيها 3 عمود بلفة. بكمل بنفس الطريقة، سلسلة سلسلة لا، بشتغل فيها 3 عواميد. ده كده بعد ما وصلت لاخر السطر هقفل بيه منزلقة في ثالث سلسلة، وهمشي منزلقتين لحد ما اوصل لاول فتحة عندي، يعني دي 1 2 وثالث منزلقة، لان انا هشتغل في الفراغات اللي بين ال3 عواميد. هرتفع برضو ب3 سلاسل وهشتغل عمودين سلسلة و3 عواميد. بعد كده هنا هتبقى الزاوية بتاعتي، هكمل في الفراغات بين كل 3 سلاسل، هشتغل بين كل 3 عواميد، هشتغل 3 عواميد. يعني دلوقتي هشتغل هنا، مش هعمل بينهم اي سلاسل، على طول 3 3 على طول. وهنا وهكذا بكمل لحد ما اوصل للنص بتاع السطر. ده الشكل كده بعد ما وصلت لنص السطر. طبعا انا عرفت النص ازاي، انتي لو اشتغلتي 100 سلسلة زي اللي اشتغلناهم هتلاقي ان طلع معاكي 25 مجموعة من 50 مجموعة من 3 عواميد. هتقسميهم بالنص، 25 في 25، دي اول واحدة، وهتشتغلي في 25 هتلاقي في النص عندك هنا. هنشتغل برضو الزاوية التانية، هشتغل 6 عواميد في النص كده، 3 عواميد وسلسلة واحدة وثلاثة في نفس المكان كده الزاوية بتاعتنا. وبشتغل بعد كده بين كل مجموعة 3 عواميد زي ما كنت شغالة.
هكمل بشكل مستقيم باقي السطر للآخر. ده كده بعد ما وصلت لآخر السطر اشتغلت كله بشكل مستقيم. هوصل دلوقتي بمنزلقة هنا في ثالث سلسلة، وبرضو همشي زي ما ابتديت بالسطر اللي قبليه، همشي بمنزلقات لحد ما اوصل للنص، اتنين، وفي النص هعمل برضو منزلقة وهرتفع بثلاث سلاسل، وهشتغل برضو في النص ست عواميد زي ما كنت بشتغل. السلسلة طبعا عمود، هشتغل عمودين سلسلة وثلاث عواميد. يبقى دي الزاوية بتاعتنا ثابتة، ويبقى بشتغل بقى بشكل مستقيم لحد ما اوصل للزاوية اللي بعدها، بشتغل فيها نفس الكلام، بفضل اشتغل كده داير ما يدور لحد ما اوصل للمقاس المناسب. بالشكل ده تبقى الزاوية عندنا، والزاوية التانية برضو هشتغلها بنفس الطريقة. هنا لما بتوصلي بنشتغل برضو ثلاثة سلسلة ثلاثة، بعد كده كله مستقيم مفيش اي زيادة. ده كده بعد ما اشتغلت 17 سطر. دلوقتي عايزة افصل الجسم عن الاكمام. انا عديت من الزاوية عندي من هنا، عديت 10 مجاميع، يعني عندك اهو الزاوية هتمسكيها كده، وعديت عندي هنا ادي واحد، عندي هنا واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، وحطيت الستيتش مارك هنا في الفتحة اللي بعد رقم عشرة. وبكده يبقى عندي هنا الكم، وده كده الجسم من الزاوية لحد عشرة من هنا وعشرة من هنا برضو، فحطيت الستيتش مارك. يعني بمسك الزاوية كده وحطها على الزاوية اللي قصادها، وببتدي ان انا اعد كل مجموعة هم واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، ودي المجموعة العشرة، فبحط الستيتش مارك في الفتحة اللي بعديهم على طول. دلوقتي عندي هنا اهو قفلت السطر اخر السطر، وزي ما كنت بقول لكم بنمشي بمنزلقة لحد ما نوصل للنص، ببتدي بالسطر عادي ثلاث سلاسل عمودين وسلسلة، وارجع بشتغل ثلاث سلاسل تاني في نفس المكان، وبمشي بشكل مستقيم لحد ما اوصل للستيتش مارك. ونشوف هنعمل ايه، بمشي زي ما كنت بمشي في كل البونشو، في الفراغات بشتغل ثلاث عواميد. اهو انا اشتغلت بشكل مستقيم لحد ما وصلت للستيتش مارك، هشتغل بمكان اللي انا حاطه فيه الستيتش مارك هنا ثلاث عواميد، والمكان اللي قصاده برضو اللي فيه الستيتش مارك من الطرف الثاني هشتغل فيه برضو ثلاث عواميد. بس كده، هو ده اللي انا هعمله. بعد كده هكمل بشكل مستقيم لحد هنا برضو، وعمل هنا الستة، وكمل لحد ما اوصل للستيتش مارك الثاني واشتغل بنفس الكلام. كملت اهو داير ما يدور واشتغلت الزاوية ست عواميد، كملت على طول لحد ما وصلنا للستيتش مارك، وبرضو هشتغلها بنفس الطريقة، هشتغل في المكان اللي انا حاطه فيه الستيتش مارك ثلاث عواميد هنا، وثلاث عواميد في الطرف الثاني على طول اللي هو هنا برضو،
وبس كده هكمل بعد كده بشكل مستقيم داير ما يدور، وبزود عند الزوايا بس لحد ما اوصل للطول المناسب اللي انا عايزه. طبعا لما السطر الجاي هنشتغل برضو في الفتحة اللي هنا لكنها عادي بين مجموعتين، بشتغل فيها هنا 3 عواميد. هكمل دلوقتي لاخر السطر وابتدي اشتغل داير ما يدور الصدر بتاع البونشو اهو. ده كده انا فصلته اهو من هنا ومن هنا، ممكن تشيلي الستيتش مارك خلاص ما بقيناش عايزينه. بس فطريقة الفصل بتاعته سهلة جدا زي ما قلت لكم. هشتغل بعد كده هنا في الطرف في النص 3 عواميد في السطور اللي جاي. كده الشكل بعد ما اشتغلت الصدر، اشتغلت مسافة 10 سطور من لما قسمنا الظهر والصدر والأكمام، اشتغلت 10 سطور بس بالشكل ده. وهبتدي دلوقتي ان انا اعمل الكم. عندنا هنا قسمنا الكم، هدخل الخيط من هنا نفس المكان، هربطه، وبعد كده هدخل بالإبرة في نفس المكان برضو، اسحب الخيط وارتفع 3 سلاسل بالشكل ده. بعد كده هبتدي هنا في أول واحدة ب3 عواميد. هكمل السطر بشكل مستقيم 3 عواميد في كل واحدة. بالشكل ده بكمل بشكل مستقيم. بعد ما وصلت لاخر السطر اشتغلت بشكل مستقيم داير ما يدور، وصلت لاخر السطر هشتغل هنا قبل اخر واحدة 3 عواميد. وبعد كده هشتغل هنا في النص عندي هنا، هشتغل فيها عمود، وتلاقي عندك هنا الفتحة اللي ربطنا فيها هنشتغل فيها برضو، دي هنشتغل فيها عمود برضو. يبقى كده بقوا مع ال3 سلاسل عبارة عن 3 عواميد، 1 2 وده السلاسل هي الثالثة. هقفل طبعا في ثالث سلسلة منزلقة وهرتفع 3 عواميد بالشكل ده. بعد كده هشتغل هنا على طول 3 عمودين، ارتفعت عفوا 3 سلاسل واشتغلت عمودين، دي كده اول مجموعة عندي. بعد كده بكمل بشكل مستقيم. وصلت هنا لاخر السطر الثاني هقفله برضو، هشتغل واحدة 3 عواميد من هنا. وهقفل بمنزلقة هنا في ثالث سلسلة بالشكل ده. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل وهشتغل هنا على طول 3 عواميد. بعد لما اشتغل السطر كله هوصل لهنا، هروح شغالة زي هنا عمودين ومقفلة ب3 سلاسل بمنزلقة. يبقى بعد ما اشتغلت هنا 3 سلاسل هشتغل هنا 3 عواميد عادي، واكمل السطر بطريقة مستقيمة. وهعيد هنا في طريقة القفلة السطر الاول زي ما هو، هوصل لهنا 3 عواميد، بعد كده هنا هشتغل عمودين واقفل هنا بمنزلقه. هكمل بالطريقه دي، هشتغل الكم 10 سطور طوله.
ده كده الشكل بعد ما اشتغلت 10 سطور في الكم من ساعة ما قسمنا لحد هنا 10 سطور بالظبط. بعد كده دلوقتي هبتدي بالريب عشان اعمله زي ده. عندي هنا اهو نهاية السطر خلصت بيه، كنت قافلة منزلقة. بعد كده هرتفع بيه 3 سلاسل واشتغل اول 2 عندي عواميد خلفية، ده اول واحد اهو، واخد منه اخرج من 2 وهسيب الاخر خيط على السنارة، والتاني برضو هشتغله خلفي، هشتغل عمودين خلفي، وبرضو هخرج من 2 واسيب اخر خيط على السنارة واشتغل التلاتة مع بعض. انا كده اشتغلتهم 2 خلفي بس بعمود واحد تنقيس، يعني لان انا عايزة الم الكم شوية لان هو كبير. بعد كده اللي بعديه هشتغله امامي، واللي بعديه 2 هيبقوا خلفي تنقيس مع بعض بالشكل ده، واسيب اخر خيط على السنارة وابتدي بالعمود اللي بعديه على طول. كده وبخرج من التلاتة مع بعض، برجع اللي بعده بشتغل واحد امامي عمود واحد، واللي بعديه 2 خلفي مع بعض، ده اول واحد واخرج من خيطين، واللي بعديه خلفي واخرج من خيطين واسيب التالت على السنارة واخرج منهم كلهم. يبقى هشتغل واحد امامي واثنين خلفي. اللي جاي ده امامي، بعد كده 2 خلفي مع بعض. بالشكل ده بكمل السطر كله. ده اول واحد والتاني بعدين. وصلت هنا لاخر السطر، فاضل معايا اخر عمودين برضو هشتغلهم 2 خلفي. بالشكل ده واخدهم مع بعض. بعد كده هقفل بيه منزلقة في ثالث سلسلة وارتفع برضو بثلاث سلاسل، وهشتغل اول 2 هنا هتلاقيهم عندي كده احنا عملناهم تنقيص مع بعض، هشتغل فوقيهم واحد خلفي بس واحد، يعني هتعامل معاهم عن هم عمود واحد. وبعد كده واحد امامي، واللي جاي ده الاتنين دول هدخل من وراهم واشتغل واحد خلفي. بعد كده الامامي فوقي امامي وهكذا، يعني التنقيس كان معايا بس في اول السطر. بالشكل ده بكمل الشغل. هو بخش من وراهم كده وبشتغل، بكمل السطور دي كلها كده داير ما يدور حوالي 6 سطور. ده كده الشكل بعد ما اشتغلت 6 سطور من غرزة الريب. انا عملت بس تكرار للسطر الثاني زي ما قلت لكم، عواميد اماميه وخلفيه، وهي في الاخر هتلم كده معاكي بالشكل ده. وكده نكون خلصنا الاكمام، وهنعمل اخر حاجه الرقبه، الريب بتاع الرقبه. هبتدي من النص من هنا، هدخل الخيط بالشكل ده، وبعد كده هرتفع 3 سلاسل وابتدي اشتغل عواميد. هنا هدخل عمود، بعد كده هنا مطرح السلاسل، وهنا عمودين
بعد كده هنا هنا عمود تحت السلاسل، وهنا في نفس السلسلة اللي انا كنت طالعة منها بالثلاث عواميد بدخل فيها وبشتغل عمود، وما بينهم بشتغل عمود، وهنا عمود، بس كده بمشي عواميد بس، بالشكل ده. لحد ما اوصل لاخر السطر بالشكل ده. اشتغلت كده داير ما يدور لحد ما وصلت لي هنا النص اللي هو في الطرف الثاني اللي انا كنت شغالة منه السلاسل الزيادات. مش هشتغل بقى هنا خالص، هشتغل في المجموعة دي وعلى طول دي، هيبقى عندي الشكل كده. بعد كده بكمل عادي. وصلت كده اهو لاخر السطر، هقفل بيه منزلقة في السلاسل، وبعد كده هبتدي اشتغل عواميد امامية وخلفية. بالشكل ده، عمود امامي وعمود خلفي، امشي بيهم كذا سطر هتلاقيه الريب طلع معاكي على طول. بالطريقة دي ده كده الشكل. بعد ما خلصت السطور بتاعت الرقبة، انا اشتغلت ليه الرقبة في الريب، يعني المجموع كلهم 4 سطور ارتفعت بيهم. عايز تحبي ترتفعي مسافة اكبر من كده برضو ممكن زي ما تحبي، انا بالنسبة لي كده المقاس بقى كويس. وبكده نكون خلصنا البونشو بتاعنا النهاردة. زي ما انتوا شفتوا طريقته سهلة جدا، الباترون بتاعه سهل جدا، تقدري تعملي حتى للكبار الباترون بتاعه يمشي على اي مقاس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ياريت تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.